تظاهرة احتجاجية وغلق لسايلو القورنق، أحد أكبر مخازن الحبوب الغذائية التسويقية في جنوب محافظة النجف الأشرف. هكذا عبر مئات المزارعين عن غضبهم لعدم صرف مستحقاتهم المالية للموسم الزراعي 2021-2022، مهددين بغلق كافة المراكز والمطاحن المسوقة لمحاصيلهم إن لم يتم الاستجابة لهم، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً بأسعار مادة الطحين. نطالب بمستحقات الفلاحين. الآن الفلاحين مسوقين حنطة 21 ما مستلمين، وسوقوا موسم شلب 22 ما مستلمين ولا دينار. أنت يا وزير المالية كان عندك برميل النفط ب 45 دولار والآن ب 90 دولار، إذا تقول ماكو مبالغ مالية. وهذه ليست الوقفة الاحتجاجية الأولى لمزارعي الحنطة والشعيرة في النجف الأشرف، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة، فيما يؤكد المزارعون إن الإهمال الحكومي للفلاح لا سيما في المماطلة بتسليم مستحقاته المالية أسهم بتراجع مستوى الإنتاج الزراعي، والذي يعد واحدا من الموارد الاقتصادية الهامة في هذه المحافظة. طالبنا اليوم هاي الوقفة الاحتجاجية هي لدفع مستحقات الفلاحين الموسم الحنطة وموسم الشرب 21 وموسم 21. موسم الحنطة 21 لحد الآن ما دافعين مستحقاتها بحدود 25% من عدة لحد الآن ما مدفوعة. جاء موسم الشرب 21 يعني مستحقات كاملة ما مدفوعة، واحنا على باب موسم ثالث هو موسم 22. فاحنا نطالب وزارة المالية ووزارة التجارة بدفع المستحقات فورا، لأنه شريحة الفلاحين من دون شرائح المجتمع لم تستلم مستحقاتها. الأسمدة الآن موجودة بالأسواق 100,000 دينار للوزنة، بينما الفلاح يدفع 40,000 دينار، سلم محصول الحنطة ب 40,000 دينار أو 50,000 دينار. وتجنبا لوقوع كارثة اقتصادية وغذائية لا يحمد عقباها، رسائل شديدة اللهجة يرسلها المزارعون نتيجة التأخر في استلام مستحقاتهم المالية التي قالوا عنها إنها تقدر بمئات الملايين. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تي في.